مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج يمن ترند. نعود لكم اليوم بمواضيع كثيرة وأحداث مختلفة اخترناها لكم من مواقع التواصل الاجتماعي في الشأن المحلي والخارجي. البداية مع اختيار المخرج اليمني عمرو جمال كأول مخرج من اليمن ضمن قائمة 101 للأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية. هذه القائمة يطلقها مركز السينما العربية سنويا على هامش مهرجان كان السينمائي. المخرج عمرو جمال له العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وشارك بأفلام سينمائية في عدد من المهرجانات الدولية، آخرها كان فيلم المرهقون، وهو عمل سينمائي واقعي يتحدث عن الحالة المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر في مدينة عدن وفي اليمن بشكل عام في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. تعز مواطن يحول شارع إلى حديقة من الورود، فمن صفحة الناشطة ألفت المقطري تقول: مواطن من جولة الحصب بداية شارع المرور جعل من شارع المرور حديقة مليئة بالورود والزهور، حيث يقوم هذا المواطن بشكل دائم ومستمر بزراعة الورود والزهور وسقايتها والعناية بها. جعل من شارع المرور شارع مميز بنظافته وألوانه الزاهية بفضل الله وبفضل المواطن الذي دعا عبد أحمد سيف القدسي. تقول: فمن يكرم هذا الرجل الذي يستحق التكريم ويستحق الاحترام والتقدير، لأنه نموذج لابد أن يحتذى به، لأنه لم ينتظر أحد ليصنع منظرا بهيجا يتنفس من خلاله الهواء النقي ليشعر بسعادة تغمره في كل صباح. هذه صورة المواطن وصورة شارع المرور في تعز الذي قام به المواطن بزراعته وزراعة هذه الورود على الشارع، وهو مثال يحتذى به للاهتمام والنظافة. جمع المقتنيات القديمة من عملة ومنحوتات ومقسمات وغيرها هواية عند بعض الناس. أبو بكر بشير مواطن حضرمي من مدينة تريم من هواة جمع المقتنيات والتحف والمنحوتات، أنشأ هذا المواطن لنفسه متحفا خاصا. يقول أبو بكر: إن الأمر بدا هواية ويأتي ضمن اهتمامه بالتاريخ. We'll be right back.
بلاد اخرين كما ما بين الزافر والزافر زافر ثاني. وبرضه قديم في زيارة في متحف أبو بكر بشير للتحف والتراث والأحجار الكريمة. أخ أبو بكر، لحبذا تحدثنا بطريقة مبسطة عن هذا المتحف، تعرف الجمهور الكريم بهذا المتحف. تفضل. المتحف طبعا بداية هواية وتحولنا الاهتمام، وبعد زيارة للأماكن اهتمينا أكثر بالتاريخ لكتابين سوف تصدر على الطابع، يعني تقريبا قريبة تصدر تريم حضرمون التراث والآثار في متحفي، تحصينات الرقية والعلاج الكتاب والسنة، هذا الكتاب يعني فيه أشياء قديمة تراثية صح؟ أيوه فيه أشياء قديمة مثل وبعض تاريخية الأرجوحة من أهمها الأرجوحة، باب قديم كله نقوش تراث وفريد من نوعه كذا، اهتموا به حتى أصحاب اليونسكو، طبعا عضو في اليونسكو للحفاظ على التراث. الأرجوحة هذه تعود للسلاطين. الأرجوحة قديمة ما يملكون إلا السلاطين والأثرياء. تعود العام كم ذي يمكن؟ يمكن 200 سنة هكذا، على مو بالنقوش اللي فيها يعني. نقوش وملبس بالصوفر عشان الحركة يعني ما يلبسون في إلا في يعني ما قبل 200 سنة 150 سنة أو أكثر شوية. عندك هواية في التجميع بالتراث؟ هواية. اكتسبتها من حد ولا؟ لا هكذا هواية بحكم المهن والسفر وحكم سني، طبعا سني مقارب الستين السنين يعني اللي في الحياة يعني، ودراساتي طبعا تقلق ثانوية. حياك الله أبو بكر بشير، نحن فخورين بهذا الموهبة وهذا اللي قال في هذا المتحف، وإن شاء الله نريد من الجهات المعنية التشجيع بهذا الأشخاص النوادر يعني اللي يهتمون بهذه الأشياء التراثية والتاريخية. موفق إن شاء الله. ما أصعب أن تعيش في الغربة، وما أصعب أن تكون بلادك تعاني أزمات ومشاكل عديدة تجعل العودة إليها صعبة لتعيش بين نارين، نار البعد عن الأهل والدار ونار ما تعيشه البلاد. هذا ما تشرحه هذه الأغنية للفنان ياسر عوذلي وفاطمة إسماعيل. I'm
بنت عمي يا ابن عمي يا بنت عمي تشتهر بلادنا بنحلها وما تنتجه هذه النحل من عسل يعد الأجود في العالم. في اليوم العالمي للنحل احتفل النحال اليمني عبد الجبار الغولي بطريقته الخاصة. نشر مقطع فيديو على صفحته في الفيسبوك وهو يوثق 15,000 نحلة تقف حول وجهه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو النحل اليمني المنتج لأجود
أنواع العسل في العالم. ما شاء الله تبارك الله، نحل يحبنا ونحبه. تتعدد المواهب في بلادنا في شتى المجالات، لكن الوضع الذي تعيشه البلاد أدى إلى ضعف الإمكانات ونقص الدعم لهذه المواهب. في هذا الفيديو مواطن يمني يغني ويعزف بطريقة جميلة على آلة بدائية صنعها لنفسه. بين أكثر من 80 دولة مشاركة حول العالم، بلادنا تفوز بالمركز الأول في مهرجان الثقافات 11 الذي يقام سنويا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتعرض فيه ثقافات البلاد وموروثاتها. تعرض هذه الثقافات داخل أجنحة مخصصة لكل دولة. الجناح اليمني المشارك في هذا المهرجان نال المركز الأول خلال هذه المشاركة، بالإضافة إلى مراكز أخرى في مسابقات أخرى أقيمت خلال المهرجان، ففاز بالمركز الأول في الضيافة، والمركز الأول في التفاعل الإعلامي، والمركز الأول على الدول العربية في يوم المائدة العالمية، والمركز الأول في المسابقة الثقافية، والمركز الثاني في مسابقة الشعر،
والمركز الأول في يوم الشاي العالمي، والمركز الثاني في يوم القهوة العالمي. في عزلة كحلان بمديرية الرضمة بمحافظة إهب، توفي الطالب وسيم القحفة أثناء تأديته للامتحانات للشهادة الأساسية. توجه الطالب وسيم إلى المركز الامتحاني بمجمع الشهيد المقبلي بقرية شمضة، وشهد من قبل زملائه داخل قاعة الامتحان بحالته السيئة، وخلال لحظات سقط الطالب إلى الأرض وتم إسعافه إلا أنه فارق الحياة. حولت قريتها إلى مقصد سياحي، ورفض صاحبها بيعها بمقابل أموال طائلة. البقرة القزمة التي سميت براني هي أقصر بقرة في العالم، يبلغ ارتفاعها 51 سنتيمتر وطولها 66 سنتيمتر وتزن كيلوغرام 26 كيلوغرام. ويأمل مربيها أن تدخل هذه البقرة موسوعة جينيس لأقصر بقرة في العالم. انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث مروع في الأردن حول عرس إلى ساحة عزاء. الحادث كان لشاحنة اصطدمت فجأة بموكب زفاف في نفق العقبة، كشفت كاميرا المراقبة كل ما حدث قبل الحادث. لاقت حادثة تعرض اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الذي تعرض إلى هتافات عنصرية استنكارا واسعا في الأوساط الرياضية العالمية التي أدانت وبشدة تلك الهتافات، وكان حكم المباراة قد أشر البطاقة الحمراء في وجه فينيسيوس
بعد أن تورط في اشتباكات مع لاعبي فالنسيا. اللاعب البرازيلي دخل في صراع مع الجماهير التي ألقت عليه المقذوفات ووصفته بالقرد، ورد باستفزازها خلال خروجه مطرودا عبر الإشارة إليها بأن فالنسيا سيهبط إلى الدرجة الثانية. بعدها وصف فينيسيوس بتغريدة على تويتر أسبانيا بأنها بلد العنصرية، مشيرا إلى عدم تحرك رابطة الليجا أو اتحاد الكرة الأسباني لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المذنبين. وقال فينيسيوس: ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، العنصرية أمر طبيعي في الليجا، تستمد البطولة، هذا أمر طبيعي، والاتحاد يفشل في أن يجد حل لذلك ويشجع الخصوم، أنا آسف جدا. طبعا تيباس رد على هذه التغريدة لفينيسيوس وكتب أيضا على حسابي على تويتر، قال: لا أسبانيا ولا رابطة الليجا عنصرية، نحن في رابطة الليجا ندين ونضطهد العنصرية بكل قسوة، تم الإبلاغ عن إهانات عنصرية هذا الموسم 9 مرات، منها كانت لتوجيه 8 ضد فينيسيوس، وتابع: دائما ما نرصد أصحاب الوقائع ونقدم الشكاوى للجهات المعنية، لا يهم كم هم قليلون، فنحن دائما بلا هوادة. وأضاف تيباس، يقصد فينيسيوس: قبل أن تنتقد وتهين الليجا من الضروري أن تعلم نفسك يا فينيسيوس، لا تدع الفرصة كي يتم التلاعب بك، وتأكد من فهم اختصاصات كل طرف والعمل الذي نقوم به معا. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الختام، وكما تعودنا مع ختام كل حلقة من برنامج جيمان ترند ننهيها بفيديو كليب، هذه المرة مع ميدلي عربي إنجليزي لمناف صالح وجمال حميدو. Good evening guys, my name is Jamal Mustafa, this is my friend Manaf, this is my best friend in the entire world, Matas Harara, the best guitarist in Arab. We're making a new video, it's a mashup between Arabic and English, so I hope you guys would like it. ايش في الحين ده ماله بتاع جاستن بيبر ايش في ما تقدر انجليزي ما فيهاش حاجه if we talk in English هو يغني جاستن بيبر اصلا غلب انجليزي ما كنت معاه عليه كده اسكت بالله بالله قطع 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 طبعا الان سكتنا جمال حميدو قليل في بوغني جاستن بيبر من اول فقره سو جاس يتكلم انجليزي معنا فيديو كليب حبينا نسويه منافسه ما بين مناف وجمال حميدو ماش اب عربي على انجلش طبعا منافسه شريفه اغنيه طبعا اغنيه هو اللي بينزل طبعا ما بقول لكمش النتيجه لانه ما فيش نتيجه اصلا تمام بس نخلي النتيجه للمشاهدين كلكم لا يدان 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 اعز الناس يا حبوب يا مكانك يا حبيب القلب في القلب داخل ولا يخطر في بالي أنني بنساك أنا عودت عيني على رؤياك Don't you give up, no, no, no I won't give up, no, no, no Let me love you, let me love you عبد القادر يا بو علم ضيق الحال عليا Tonight, if you hold on to you so tight, the way I did before, we don't talk anymore. أنا عمري ما كنت بغيا عيونك عايشة جوايا. Baby boy, you stay on my mind to feel my fantasy. I think about you all the time. I see you in my dreams. يا غالي أغلى مالي كل الدنيا دي ولا تلالي Come on, come on, turn the radio on It's
Friday night, it won't be long. Gotta do my hair, put my mat white on. It's Friday night, it won't be long. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. Well, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. تدري الحب سوى بيا مشاري على ايديا تعبي روح وقيا I'm free to be the greatest of life. I'm free to be the greatest tonight. The greatest, the greatest, the greatest life. Oh, oh, oh. انت بغي واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد غلطي ما يدوج midnight shine. You were in the room, now all the bed sheets smell like every day discovering something new. I'm in love, still I'm in love. I'm in love with the shape of you.